دي لو ضيعوها هيلعبوا كره. المهم صعب عليك يا ابو دي. ابو دي ابو دي كلنا الفائزين في اللقاء برياضة الثلاثة الخاصة عبد الرحمن محمد علي ومؤمن محمد هاشم من كلية الآداب. طالب إسلام كلية التربية الرياضية. سلمى عبد العاضي كلية الحقوق. مريم زينها كلية الحقوق. أنا سلمى عاضي كلية الحقوق والطالبة مريم زينهم كلية الحقوق على المستوى الثاني على مستوى جامعات مصر في الأولمبياد الخاص بالفتاة الجامعية والتي نظمته الشيخ. حصلت كلية التربية على المركز الأول في بطولة الجامعة لتنس الطاولة طالبات. التعليم الصناعي على وصيف كما تنصدر كلية التربية الرياضية بطولة الجامعة في كرة اليد الطلبة لهذا العام. كابتن احمد رفعت. كابتن احمد عبد ربه. خلي 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 خلي